سن وسع المدى في وجع جوا عميق لا صوت باقي ولا صدى وانا مين على غزة بجت عيون العراق وعلى العراق تبجي عيون غزة مثل أهل الكهف ناموا ترى ويقولون متى هذا الوعد وجهك مثل ضي القمر ظلم السيمة بدونك أخت أخو مستشفي بها أخو هذا يموت أخته يبشون خطية يبشون يبشون والله تبشين كوين عليك ويجي بيبي صغير محترق. First of all, what is your reaction to what تدري بيهم ماتوا وما ترضى تقنع روحي لا رضت شالوا بليل وغربوا خلوا جاري احنا شكوبره شنهم نسونا يا قلوب وهانت هذي أشهد أن لا إله إلا الله. تمام. على الصوت. سؤال. شنو الواحد يستفيد لما ينزل عن أي شيء خص القضية الفلسطينية هالفترة هذه؟ فائدة ما في فائدة. بس أنت أمام الله سبحانه وتعالى حطيت لك موقف
وثبت لك موقف. ليش الإنسان لازم يكون له موقف في الحياة؟ الله سبحانه وتعالى أنعم وأكرم صار معك يا عمو؟ ايش صار؟ ها؟ كنت نايم؟ ايش صار؟ ايش؟ كنت نايم وصار قصف؟